أهلا أعزائي، السلام عليكم. في المحاضرة الثالثة في نظم تشغيل الحاسب نتكلم على الجبر الثنائي وجبر البوابات. طبعا في عندي حاجة اسمها جداول الحقيقة، جداول الحقيقة والتو ستيبل دي بستخدمها عشان أعبر بيها عن أي بول إيكويشن عشان أجيب المكملات بتاعتها وأجيب الجدول بتاع الحقيقة، أعرف ناتج المعادلة بتاعتي أو الفانكشن بتاعتي إيه. إذا كان عندنا الجداول الأتيحة هضغط على جدول الحقيقة للثلاث متغيرات A و B و C، ولما جو الجدول الحقيقه طبعا بحط الحالات الافتراضيه بتاعت النظام الباينري بتاع النظام، التيار موجود اون، التيار مش موجود اوف، يبقى الاون بواحد والاوف بزيرو. لو انا عندي داله، الداله دي عباره عن A و B و C، الداله اسمها اف، عايز جدول الحقيقه للداله ذات ثلاث متغيرات. هحط هنا في الداله A الكومبلمنت بتاعت الـ A اربع اصفار 0 2 3 4، بعديها اربع وحايد 1 2 3 4. الداله بي هبدا بالمكملات 0 0 وبعدين 1 1 0 0 وبعدين 1 1. الداله سي مكمل واصلي 0 1 0 1 0 1. انا عايز اجيب المجموعه دي تديني هنا المكمل بتاع الاف 0، يبقى 0 0 0 وبعدين الباقي 1. احسبها ازاي؟ وافترضنا ان الداله عندي هي الداله اف فيها ثلاث متغيرات A و B و C، بتساوي ال A complement B C زائد ال A B C complement C complement زائد A B complement C زائد A B C complement زائد A B C. أنا عندي حاجة اسمها sum of products بنسميها S O B، وفي products product of sums S B O S. طبعا الدالة ديت بتديني الشكل ده، الطرف الشمال اهو complement بتاعت A B C هيساوي A complement B complement C complement زائد A complement B complement C زائد A complement B C complement. هنتابع مع الشكل ده، واحنا عارفين ان المكمل يديني الداله الاصليه، فلو الداله بتاعتي اف كومبلمنت جبت المكمل لها هيديني الداله الاصليه. طبعا قواعد دي مورجن المفروض انك انت هتبقى عارفها، والقواعد ديت هتحدد لي مين الماكس تيرم ومين الميني تيرم في كل جزء من الدوال بتاعتي. دي بجيب الميني تيرم والماكس تيرم، الميني تيرم بنديها ام صغيره، الماكس تيرم بنديها ام كبيره.